الشعبية من الأصفر العجم وقت الحالي أو حتى قديم في الوقت الحالي يطالبون بحقوق معينة ويرون أنها شيء لابد من فعله ويغفونك ويزعجونك فيها، ثم إذا جت حقوق أخرى في نفس الوضع يتكلمون فيه أو حتى أسوأ ما تكلموا عنها وغضوا الطرف عنها لأن ما تهتم مصالحهم، فيتكلمون عن الشيء ويطالبون به إذا كان ما راح يضر أو المطالبة به، وإذا كان الشيء هم سووه ارتكبوه عادي حلال عليهم حرام عليك أو العكس صحيح. طبقها في ركوب الخيل، إذا يكون خطأ تلقى يبغى يناقشك ليش الحصان فز محله والحصان معه في نفس الوضع انطلق، يناقشك ليش الحصان في نفس المحل حرك ذيله لعب ذيله أو صر ردانه والتحكم كله ما شيء ما تبغاه بس صر ردانه شوي لعب ذيله شوي وهو في نفس المكان عشان طيحه، يبغى يناقشك ليش الحصان غير وضعية رقبته قوة زيادة أو احتر زيادة أو هدى زيادة أو رفع زيادة افتح فم زيادة إلى آخره، وحصان قمص وخل توازنه أو راغ وخل توازنه إلى آخره نفس المكان نفس الوضع. لما الشخص يجيب نفس الحصان نفس المكان اللي حصانك جفل فيه نفس الحصان جفل معه نفس المكان نفس الجفلة نفس الخوف وجاب النتيجة أحسن منك نفس المكان هنا، نعم ممكن يعلمك تقوم يناقشك يعلمك، جاب نتيجة زيك مقاربة تناقشون قد يكون نقاش بناء، لكن لما يكون نفس المكان اللي الحصان فز فيه بمحله وانت متحكم فيه معه منطلق أو راغ أو قمص أو نجح فعل ما يريد معناته أنت جبت ممتاز في المكان اللي هم جابوا فيه مقبول أو ضعيف، كيف تتناقش في نفس المكان شخص جاب أقل منك يتعلم منك ما في خيار آخر، في نفس المكان هو جاب نتيجة أحسن منك تتعلم منه ما في خيار آخر، في نفس المكان أنت وياه جبتوا نتائج متقاربة ممكن يكون في نقاش، إذا مصر تناقش وضع معين لابد تجيب نفس النتيجة وترى أن الدرجة حقتك أحسن هو يرى أن الدرجة حقتك أحسن ممكن يكون في مجال للنقاش، أما الحصان يفز من محله أو يخاف من محله أو يقوز زيادة أو يحتر زيادة أو يهدى زيادة أو يرفع راسه يفتح فمه إلى آخره والراكب يسولف معك ويشرح المشي الحصان بالإصبع ما تناقش لي وش قاعد يسوي وأنت في نفس الوضع الحصان يقمص وينجح ينطلق وينجح يروغ وينجح يطيحك وينجح في نفس المكان، ما تتكلم عن فزة حصان في نفس المكان معك بينطلق، ما تتكلم عن رفعة الحصان لرقبته وتقويسها والحصان في نفس المكان معك بيقمص يطيح وقتها ذلك. طب ايش اللي شيء يعني مفترض يكون منطقي وشيء لا يستحق الشرح، طب بما انه لا يستحق الشرح ليش مكرر باستمرار وليش مستمر باستمرار النقاش عن فز الحصان او خوفه او جفلته او حارته او رفع الراس او فتح الفم اكثر من نقاشاتهم عن قمص الخيل معهم روغان الخيل معهم انطلاق الخيل معهم سقوط الخيل معهم، اذا الشخص في الطلعه طاح اربع مرات يبغى يناقش لك ليش الحصان في الطلعه رفع راسه معك مرتين، حدث العاقل بما يعقل او بما يعقل، فان كنت مصر على النقاش ناقش شخص جاب نفس نتيجتك في نفس الوضع بس انت ترى درجتك احسن هو يرى ان درجته احسن ممكن ينبلع النقاش، اما نتيجتك بكبرى احسن يا يتعلم منك ولا ما في خيار اخر، نتيجته هو بكبرى احسن يتعلم انت منه ولا ما في خيار اخر.